غدا بحول الله الأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما أو لمغشاة جزئيا بالنسبة للمدن الساحلية بعد تلشي ضباب خفيف سيميز صبيحة الغد السواحل الغربية. نشاط رعدي فيما يخص المرتفعات الداخلية سيمتد إلى شمال الصحراء منطقة الثورة، احتمال لتساقط بعض الأمطار المتفرقة. نفس الأجواء بأقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهجار والتاسيلي. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 22 إلى 28 درجة شمال الوطن، لن تتعدى 31 بشمال الصحراء، 30 درجة بورقلة، 32 بأدرار وتندوف، 31 بإن صالح، 25 بتمن راس وجناتي تقارب 32 درجة ببرج بجي مختار إنقسام. ظهيرة الغد بحول الله دائما ستستمر موجة الحرارة وعليه سيكون في ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة القصوى بشمال الوطن لتقارب 42 درجة بالجزائر العاصمة، 43 بتيزي وزو، 41 درجة بقسنطينة الصيف، 40 درجة ببتنا، 44 درجة إذا ارتفاع محسوس بكل من غليزان شلف ومعسكر تلمسان إذا مع 44 درجة، 36 بوهران مستغانم، 35 بالبيض، 37 بالجلفة، لن تتعدى 43 درجة بشمال الصحراء، 45 درجة بورقلة، 46 بأدرار وتندوف، 44 درجة بإن صالح، برج بجي مختار إنقسام. حالة البحر لنهار الغد إذا البحر سيبقى دائما هادئ، لكن هذا على السواحل الوسطى وحتى الغربية. سرعة الرياح لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة، البحر قليل الاضطراب حاليا على السواحل الشرقية أين الرياح ستأتينا وفق تيارات شرقية شمالية شرقية، لكن غربية جنوبية غربية على السواحل الغربية والوسطى.